خليني اقول المصر افندي النهارده في حلقه استثنائيه. عاده احنا مواعيدنا هي السبت والاحد والاثنين من كل اسبوع، بس احنا النهارده طالعين يوم الثلاثاء في حلقه استثنائيه من برنامجكم المصر افندي بسبب وعكه صحيه المت بالزميله الاعلاميه المتميزه بسمه وهبه. بسمه وهبه بتتعرض لوعكه صحيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بكامل الشفاء بموفور الصحة وأن تعود إلى جمهورها الحبيب اللي بينتظرها ثلاث وأربع وخميس في برنامجها المميز هنا القاهرة. وأنا بدعو من المصر أفندي بلساني ولسان جميع العاملين معي في البرنامج وفي القناة للزميلة العزيزة بأن تعود وبأن يمن الله عليها بالشفاء العاجل وأن تعود لأهلها وزويها وأولادها موفورة الصحة والعافية، وأن تتمتع يعني بالنجاح اللي حققته في برنامجها المميز هنا القاهرة. بس ما إن شاء الله وبدون مقاطعة هتكون موجودة بإذن الله الأسبوع القادم. بس ما هتتغيب هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس. الثلاثاء المصر أفندي بيظهر معاكم، والأربعاء والخميس هيشارك في التقديم الزميلان الإعلاميان الأستاذ أحمد سالم والأستاذة دينا عبد الكريم. معايا على التليفون صديقتي الإعلامية المتميزة بسمة وهبة. مساء الفل بسمة. مساء الفل، أهلا وسهلا يا أستاذ. عايزك تطمنينا كده على صحتك، وألف ألف مليون سلامة، وإن شاء الله ترجعي معافى سالمة البدن بإذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله. انا قلت بقى علشان ايه ما تبقاش لوحدك، قلت اشجعك. شجعيني انا بصراحه ما بطلعش اربع ايام يا بسمه، انا يا دوب سبت حد اتنين كده زي الفل، وانت بتستلمي مني تلات اربع خميس. والله يعني عايزه اقول لحضرتك انا بعمل يافطه دلوقتي مكتوب عليها العين صابتني ورب العرش رجانا، عشان نحطها على باب المحطه. معلش معلش معلش، احنا عمالين نفوق ونقع نفوق ونقع. هي القناه دي بتتحسد ولا ايه يا بسمه؟ الظاهر كده المحطه بتاعتنا بتتحسد يا استاذنا والله. ده انا عايز اقول لك امي ماتت وانا في القاهره والناس، وحماتي ماتت وانا في القاهره والناس، ومرضت مرتين وانا في القاهره والناس. ده مش طريقه دي. والله بناخد عين الظاهر. ربنا يديك الصحه يا رب. انا الدكتور يعني بيقول لي انه اللي عايز يشتغل ما يهملش في شغله. ما انت لما بتهملي في الشغل ما انت مش هتشتغل. لما بتهملي قصدي في التعب، ما انا بقالي سنه بعاني من مشاكل ولا بسال ولا بروح. فالواحد فعلا لازم يا استاذ خير يهتم بصحته، ما تبقاش الصحه يعني اقل من اللازم، يعني لازم ان احنا نهتم بصحتنا. احنا بنهمل بصحتنا كتير قوي يا بسمه. لا، والمهنه دي ما حدش بيقدر انها قاتله قوي. لا هي قاتلة جدا، مش قوي، صعبة. طبعا الدكتور هيقعد يقول لك وبعيد عن الاسترس والضغوط والكلام، عارفة الكلام الساذج ده. طبعا لا، يعني هو كمان غير الاسترس والضغوط، يعني اكتر حاجة بيقول لي انتوا اكتر حاجة بتعملوها في مصر حكاية النوم بالنهار والصحيان بالليل، دي اكتر حاجة بتضعف مناعة الانسان. بتضعف. يعني انتوا بتعملوا حاجة غريبة جدا، واحنا طبعا بنطلع بالليل وبننام متاخر وبنصحى النهار نحضر ونشتغل، واللي محدش بيعرف كده، هما بيشوفونا الساعتين بتوع الهوا وخلاص. قولي لي انت ان شاء الله هترجعي بسلامه الله، ومعانا الثلاثاء القادم باذن الله. ان شاء الله انا خرجت من المستشفى النهارده الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله هرجع قريب واتعافى على طول، والاسبوع الجاي هطلع باذن الله. ما اقدرش ابعد عن الجمهور ابدا. جمهورك في انتظارك يا بسمه، وتنوري القاهره والناس. متشكره يا استاذ خير حبيبي، وانت منور النهارده. الله يخليكي، تسلمي. ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي، ان شاء الله ترجعي بسلامه الله. الزميله الاعلاميه المتميزه بسمه وهبه تعود الى جمهورها ان شاء الله الثلاثاء القادم في برنامجها المميز هنا القاهره.